هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على الانستجرام والتيك توك. اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. وفيديو النهارده هيكون اول مره اجرب اعمل الشمع في البيت، والستيب كلها مهمه، فامشوا الفيديو خطوه خطوه علشان ما تبوظوش اي حاجه. ويلا بينا نبدا الفيديو عشان انا متحمسه جدا. اول حاجه انا جايبه الشمع اوريدي اهوت، بس انا جايبه حبه صغيرين، مش جايبه كتير قوي علشان لو باظ او منفعش او كده ما نكونش بوظنا حاجات كتير وكده زي ما انتم شايفين. وهعملهم في دي زي ما انتم شايفين يا جماعه، ديت اللي هو الكب كيك او كده، بس ديت سيليكون. ممكن كنا نعملهم في دول، بس دول ورق وكده فمش هينفع، فهنعملها في السيليكون. فايس هي اللي معانا، مش عارفه ازاي هيتعمل، بس لما شفت فيديوهات وحاجات كتير وكده اكتشفت ان احنا بنحط عليه لون، وبنحط عليه مثلا معطر او زيت عطري او اي حاجه، بس انا مش عندي اي الوان، فقررت اني اجيب الالوان دي. عارفين الالوان ديت اللي هي بتبقى بتاعت الدهان وكده، انا لقيتهم عند بابا، فقررت اني اختار اللون ده لاني انا ما بحبش الالوان الغامقه الصراحه. ولو فاض شويه من دول ممكن اعمل بيه اللون ده، لاني انا مش بحب اعمل، يعني مش حاسه ان اللي يبقى لونه حلو بيه اللون الاسود. وعندي الزيت العطري ده اللي هو بالزيت اللافندر اهو، فكنت هرميه، كل ما اقول ارميه وكده اقول لا ممكن استعمله، فالحمد لله ان هو موجود عندي وما رميتهوش. واساسا زي ما انتم شايفين بايظ خالص وكل حاجه، بس هو في قلبه شويه صغيرين فهنستعمله النهارده. ويلا بينا نسيحهم، بس انا مش عارفه، يعني متحمسه قوي بس خايفه قوي برضو، فيلا بينا نسيحهم وكده. بس انا بشوف ناس كتير بتسيحهم على بخار ميه، او ناس بتسيحهم على النار على طول، فانا مش عارفة اسيحهم على اني طريقة هتبقى احسن وافضل. بس يعني على ما اظن بفكر ان هي البخار هيبقى احلى، بس بياخد وقت، بحس ان هو بياخد وقت اكتر. بس يلا بينا نجرب علشان تنفع وكده، فيلا بينا نجرب. زي ما انتم شايفين كده اكيد يعني مش هنحطهم وهم سلام كده، عادي ممكن نحطهم وهم سلام عادي، بس لو حطيناهم وهم سلام كده هياخدوا وقت اكتر، انما لو قطعناهم هياخدوا وقت اقل بكتير. فانا جبت الماب ديت زي ما انتم شايفين، وجبت السكينه ديت، وهبدا اني اقطعهم حتت صغيره خالص، فعلشان يعني ليها تساعد على ان هي تسيح اسرع وكده. فيلا بينا. بس قبل ما اقطعها عايزه اخد اللي هي الفتيل او الفتيل، انا مش عارفه اسمها ايه، اللي هي بتبقى في النص ديت، اللي هي بتتولع، علشان ابقى في اللي هي دي فين كده، فلازم اشيلها، فحاول اني اكسرها عشان اطلع حته. اوكي، طب هي لما انا بشيلها اهوت بتوقع، فممكن نجيب الحاجه اللي احنا نحطها فيها على طول. اوكي عادي. خدنا لنا واحدة، دي اهم حاجة، خلاص كده يعني احنا خدنا واحدة بس، عادي يعني لو طلع من هنا برضو، فلازم نشيل دول نكسرهم اكتر. I think ان انا بهدلت الدنيا اكتر اكتر بكتير كمان، فهعمل دول وارجع لكم.
دلوقتي يا جماعة عايزة اوريكم ان انا خلصت كل حاجة اهوت، بس سبت ده هو اللي ما عملتهوش. فزي ما انتم شايفين انا عملت كل حاجة، بس حسيت ان الطبق ده اتملى، فانا قلت كده لا خلاص كده كفاية. ولو عدت تاني هعمل ده عادي يعني، ما هو معانا. وجبت الطبق ده اكتر طبق مستغنيين عنه ومش عايزينه عادي، فعلشان لو حصل له اي حاجه او. وانا دلوقتي حطيت الميه على النار علشان تسخن، وانا دلوقتي هحط دول هنا كده، مش عارفه حاسهم صغيرين. خلاص يا جماعه نعمل الصباع ده وخلاص. ف تعالوا نعمله هنا. بعد ما بعمله كده برجع اني اخده اقطعه كده زي ما انت شايفين حتت صغيرة. فده كل يا جماعة اللي طلع مننا من الأربعة. فأنا عايزة ألم دول بس مش عارفة حاساهم لزقوا، بس هنحاول ان احنا نلمهم. فالمية شكلها قدامها كتير والشمع قدامه كتير على ما يسيح وكده. فأنا هقعد دلوقتي على الانستجرام، وعايزة اقول لكم متنسوش انكم تتابعوني على الانستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. ودلوقتي زي ما انتم شايفين يا جماعه انا بعد ما سيحته انا مش عارفه ليه هو طلع ابيض كده، وكل الناس اللي بشوفه بيطلع اللي هو اصفر او شفاف شويه، بس اوكي عادي. ودلوقتي بقى هعمل بسرعه قبل ما ينشف، هحط اللي هو الزيت اللافندر، فهحط منه شويه. انا مش عارفه انا حطيت كميه حبه صغيرين ولا كتير، بس اوكي. انا كده دلوقتي اكون حطيت الزيت اهوت، ودلوقتي هحط اللون. بس انا عايزه اعمل بسرعه عشان حسيته، شايفين الاطراف يا جماعه من هنا نشفت، فانا عايزه اعمله بسرعه. هو فين اللون؟ بيخرج منه زيت بس مش لون. وانا دلوقتي جبت اهوت فهعمله. اللون ما عملش اي حاجة يا جماعة، عايزة اقول لكم. طب هو بيوقع في الارض اللون ومش بيدخل في قلب اصفر شوية اهوت. انا كنت عايزة اصفر من كده بس عادي. يلا بفكر احط نقطة من الازرق ده، مش عارفة. يلا اتحط كتير ازرق بس يلا. خلاص اسكت، انا مش عارفة اللون بقى عامل كده ليه، بس عايزين نجيب البتاع بسرعة ونحطها. انا مكنتش مجهزة نفسي يا جماعة خالص. بعيدا عن الحاجات دي كلها، بس انا هجيب اللي هو الحته ديت اللي احنا كنا سايبينها من الاول، وهبدا اني اخد حته وعايزه الزقها هنا كده، بس انا مش عارفه الزقها ازاي، بس هنشوف طريقه وهعملها وارجع لكم. وانا جبت دلوقتي اهوت البتاع، هو قلب لونه بقى اخضر خالص زي ما انتم شايفين، وهصبه هنا كده. فهبدا او ماي جاد، فهبدا اني احط ديت كده على ما ينشف شويه وارجع لكم. وهي اهيت يا جماعه، سيبها بقى تنشف وابقى ارجع لكم. ولو شلناها دلوقتي هتبهدل الدنيا خالص، فهنسيبها ان هي تنشف
اول ما تنشف هرجع لكم. وزي ما انتم شايفين يا جماعه دلوقتي انا عملت 2 اللي هما بالصدف يا جماعه، زي ما انتم شايفين بشوفهم على التيك توك كتير، فانا عملتهم اهوت وهستناهم ينشفوا هما. ودي برضو هي نشفت يعتبر شويه صغيرين، بس لا هسيبها تنشف اكتر وبعد كده ابقى ارجع لكم. لما حطيت في دول يا جماعه عايزه اوريكم، شايفين كل دي بهدله، وده اللي فاض من بعد ما انا عملت من اللي هو كل اللي انا عملته اللي هي في الكب كيك والصدف. فزي ما انتم شايفين هما دول اللي فاضوا، فانا مش عارفه هو شكله عامل كده ليه، ويا رب دول ولا الكب كيك يطلعوا زي دي كده. بس يس، وجبت لماع اهوت يا جماعه، وهبدا اني احطه على دول، على واحده منهم الصراحه، وهسيب التانية ساده، وهحط على الكب كيك برضو. زي ما انتم شايفين يا جماعه انا خدت لماع اهوت واخده حبه صغيرين خالص، وهحطهم هنا مش باينين، بس هحط من الازازه. انا خايفه يا جماعه احط من الازازه عشان لو حطيتها هتوقع كتير، ف يس. اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين انا حطيته، وديت هسيبها لاني انا حابه شكلها كده. ودلوقتي تعالوا نحط هنا، حاسه ان لو خدت في ايدي هيبقى شكله حتى توزيعه هيبقى احلى، ف ثانيه واحده. وزي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت، بعيدا عن الجنب ده اللي انا حطيت فيه كده، بس هظبطه، وهو ده الشكل النهائي. وحطيت القلوب الصغيره ديت هي كمان، وشكلها تحفه. وزي ما انتم شايفين الشكل هنا، بس هنمسح يعني ونروق كل الحته ديت بعد ما نخلص. وشايفين ايدي انا كمان باظت خالص زي ما انتم شايفين، بس هسيب دول بقى ينشفوا، هي سخنه جدا من تحت، فانا بفكر احطهم في الفريزر مش عارفه، بس هشوف وارجع لكم. وعايزه اوريكم الدنيا متبهدله هنا كده ازاي. زي ما انتم شايفين يا جماعه الدنيا متبهدله خالص خالص، فهقعد ارتب وامسح الحاجات ديت، هي نشفت جامد خالص ايات، فهقعد اروق وامسح الحاجات ديت. احنا اي نعم لسه مرتبين ومروقين وعاملين كل حاجه، بس هرجع اقعد ارتب تاني. ف يس، دلوقتي انا جبت الصدف وجبت كل الشمع وحطيته هنا، هي ديت اوريدي هنا، وجبت دول حطيتهم هنا. ودلوقتي بقى هقعد ارتب كل الحته المتنعكشه دي كلها، ويلا نرتب مع بعض. ديت يا جماعه لما اظن ان هي عايزه تتغسل خالص، فهبقى اغسلها. ودول هيترموا في الزباله، وديت هنشيلها. شايفين يا جماعه عامله زي كانها بجناحات. زي ما انتم شايفين يا جماعه دول كده، قولوا لي تحت في الكومنتات ممكن يتعمل بيهم ايه. هي نشفت خالص، حاجه امسح المكتب كله لانه في حاجات كتير عايزه تمسح. وبكده نكون خلصنا. وزي ما انتم شايفين يا جماعه دلوقتي انا بعد ما ولعتها هي دلوقتي نشفت، وبقت جاهزه وولعتها كمان ثانيه. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا، وريحه اللافندر اللي طالعه منها تحفه يا جماعه. ف زي ما انتم شايفين هو ده الشكل النهائي بتاعها، وده كمان الصدف هولعه هو كمان. بس يا جماعه عايزه اقول لكم تاخدوا بالكم من حاجه، انكم تخلوا اللي هو الحته اللي بنولع فيها تبقى صغيره، علشان كانت كبيره كده شايفين مخلين شكلها مش حلو قوي. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. عايزه اقول لكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على الانستجرام والتيك توك، تلاقوا اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس، باي.